السلام عليكم، يعطيك العافية. وصلنا آخر شيء عند توزيعات الأصول. حكينا في التوزيعات، ممكن تكون توزيعات نقدية أو توزيعات أسهم. توزيعات الأصول حكينا عند قيام الشركة بتوزيع بضاعة، عقارات، عندها استثمارات مالية بسندات، أسهم بدها توزعها للمساهمين. يجب تقييم تلك الأصول بالقيم العادلة والاعتراف بالمكاسب والخسائر الناتجة عن التقييم وإثبات القيود اللازمة لذلك. خلينا نشوف مثال على هذا الموضوع. مثال 18: كان لدى شركة الصفاء استثمارات مالية قصيرة الأجل في الأسهم، استثمارات في عدة شركات، قيمتها الدفترية 850 ألف وقيمتها السوقية 925. قررت الهيئة العامة لشركة الصفاء توزيع الاستثمارات على مساهمينها. يعني شركة الصفاء بدل ما توزع نقد بدها توزع أسهم تملكها، يمكن في البنك الإسلامي، في البنك العربي، بشركة البوتاس. طيب، الآن أول خطوة بدنا نعيد تقييم هذا الاستثمار يظهر بالقيمة العادلة 850 و975. شو الفرق بينهم؟ 925، 925 ناقص 850 75. من حساب الاستثمار بالأسهم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. هذا الحساب هيك اسمه في معايير المحاسبة الدولية، حساب الاستثمارات بالأسهم. إذا كانت يعني استثمارات متاجرة تسمى استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، هيك اسم الحساب. إلى حساب مكاسب تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. إذا رفعنا قيمة الاستثمار 850 زائد 75 هي 925، والمكاسب بتروح في بيان الدخل. الشركة أخذت قرار بالتوزيع، بنجعل دائما عند توزيع الأرباح سواء نقدي سواء أسهم سواء عيني الأرباح المدورة مدين. لاحظ بقيمة الاستثمارات السوقية 925 إلى توزيعات أصول مستحقة الدفع، وهي تعتبر التزام علينا. طبعا أنت دفعها في تاريخ 25/3 تاريخ التوزيع، اللي هي نقل ملكية الأسهم أو الاستثمارات للمساهمين 25/3، من حساب توزيعات أصول إلى استثمارات بالأسهم. لغينا الاستثمارات، وبالنهاية هذا حساب التوزيعات وسيط، أقفل كأنه القيد من أرباح مدورة إلى حساب الاستثمار. تمام. في عندنا توزيعات التصفية. توزيعات التصفية الشركة تقوم بهاي الحالة إنها شو بتعمل؟ بتوزع رأس المال الإضافي، بتوزع العلاوة. طيب، تلجأ الشركات توزيعات التصفية في حال كان الشركة كون الشركة كانت تحت التصفية أو في حالة انكماش وتقليص أعمالها، وبالتالي زيادة النقدية عن حاجتها. الشركة بالحالة هاي تقوم بتوزيع عدة سنوات، مش شرط القيام بسنة واحدة، وبالتالي تقوم الشركة بإعادة جزء من رأس المال للمساهمين من خلال العلاوي أو رأس مال إضافي. تمام. الآن إذا كان قانون الضريبة في الدولة التي تعمل بها الشركة يخضع توزيعات الأرباح لضريبة الدخل، توزيعات التصفية تكون معفية لأنها لا تمثل توزيعات أرباح بالمعنى الفعلي، هي إعادة هيكلة رأس المال، يعني كأنه تخفيض لرأس المال. شركة عندها رأس المال 4 مليون، رأس مال إضافي 500 ألف، أرباح مدورة مليون. قررت الهيئة العامة توزيع 1.5 مليون نقدا على المساهمين، منها 1 مليون دينار من الأرباح المدورة، تمام، والباقي من رصيد رأس المال الإضافي. هلأ اللي من الأرباح المدورة هاي توزيعات نقدية عادية. طيب، اللي من رأس المال الإضافي هاي اسمها توزيعات التصفية، لأنك بتصفي حسابات رأس المال. طبعا القيد بده يكون من حساب الأرباح المدورة ومن حساب رأس المال الإضافي، تمام، إلى حساب توزيعات مستحقة زي ما راح نشوف. وبعدين التوزيعات المستحقة بتم تسديدها نقدا. لاحظ القيد من حساب أرباح مدورة مليون، رأس مال إضافي 500 ألف، إلى توزيعات مستحقة، وعند الدفع يغلق توزيعات مستحقة إلى النقدية. عندنا موضوع تجزئة الأسهم، هذا كمان في محاسبة الشركات مر عليكم. تجزئة السهم يعني إنه نفرط السهم، كيف معك 5 دنانير تفرطها 5 قطع، بضلوا 5 دنانير قيمتهم بس بصيروا قطع أكثر، هاي المقصود في التجزئة. إذا كانت القيمة الإسمية تزيد عن دينار، وهذا الحكي عندنا ما بنطبق بالأردن، لأنه عندنا بالأردن القيمة الإسمية زمان عملوها دينار من نهاية التسعينات، بس سابقا زمان
قبل يعني 20 سنة كانت مفتوحة، تلاقي البنك العربي قيمته 110، بنك ثاني 5، شركة ثانية 20، وهكذا. إذا كانت القيمة الإسمية دينار لا يجوز حسب قانون الشركات تجزئة السهم، لأنه الحد الأدنى دينار. طيب الآن كل الشركات عندنا بالأردن زي ما حكينا قيمتها الإسمية دينار. البنك العربي قام قبل عدة سنوات بتجزئة السهم اللي هو كان قيمته الإسمية 10 دنانير، تجزئته إلى 10 أسهم، يعني صارت القيمة الإسمية دينار دينار والسهم صار 10. القيمة الإسمية لمصفات البترول كانت 5 دنانير وجزؤوها ل5 أسهم، وبالتالي أصبحت القيمة كانت 5 دنانير، صارت القيمة الإسمية دينار وعدد الأسهم 5. إذا تجزئة الأسهم تقسيم سهم الشركة إلى عدة أسهم وتخفيض القيمة الإسمية، مما يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم، وهذا لا يتطلب أي قيود محاسبية خاصة في هذه العملية، هي عبارة عن بس مذكرات داخلية بتم يعني وضعها في سجلات الشركة وإيضاحات فقط. الهدف لما أنت تخفض قيمة الأسهم بيزيد عدد المستثمرين القادر على الشراء. يعني زمان كان البنك العربي قيمته الإسمية سهم 10 دنانير وينباع ب70، يعني لو واحد معاه 50 دينار بيقدر يشتري سهم. هلا لما جزأوا الأسهم صار السهم 10، وبدل ما يكون ب70 صار ب7 ينباع. هم ظلوا قيمتهم 10 70 دينار، بس لو واحد معاه 50 دينار بيقدر يشتري 7 أسهم، 7 دنانير هاي بيقدر يشتريه ب50 دينار. وبالتالي تجزئة السهم تخفض القيمة الإسمية وبتخفض القيمة السوقية طبعا، وبتخفض القيمة الدفترية لأنه بزيد عدد الأسهم. عندنا مثال شركة عندها رأس مال ورأس مال إضافي واحتياطي إجباري، لاحظ القيمة الإسمية 4 دنانير، الشركة قامت بتجزئة السهم إلى سهمين. لاحظ السهم لسهمين، ما دام السهم لسهمين يعني المليون سهم بدهم يصيروا مليونين، بس راح يظل قيمتهم 4 مليون، يعني راح تصير القيمة الإسمية قديش؟ دينارين. راح تشوف الآن الشركة قامت ب أول شيء ما في قيود لهذه العملية، بس تم إصدار مذكرة وكتب داخلية يعني، ولا يعني وحط إيضاحات في القوائم المالية. الآن التجزئة 50%، بمعنى آخر أنه أنا كان عندي هون لاحظ 4 مليون، لو حكينا أنا عندي 4 مليون عندي مليون سهم، مليون سهم ضرب السهم قيمته 4 دنانير، شو بسمو كلهم؟ 4 مليون دينار. طيب الآن احنا بدنا نجزئهم، بدنا نعمل السهم سهمين، يعني كأنك اجيت انت على المليون هاي ضربتها باثنين، ضربنا هاي باثنين. طيب الآن هاي الشق الأول، المليون ضربتها ايش؟ باثنين. اي مليون ضربناها باثنين هيك، اوكي، مليون ضرب اثنين، وهي الضرب الموجودة اصلا نزلناها. ما دام ضربت باثنين هاي الاربعة بدي اقسمها على اثنين. لاحظ الان شو صار عندي، صار عندي مليونين سهم ضرب السهم قيمته الاسمية دينارين. طب والناتج كم عندي؟ ما تغيرش إشي ترى علينا، كل الحالات 4 مليون. إذا أنت هون شو بتعمل؟ زدت عدد الأسهم في نفس الوقت نزلت القيمة الإسمية. دائما وأبدا إذا قال لي السهم صار سهمين ضربت أنا هون باثنين بقسم على اثنين، السهم صار 3 ضربت ب3 بقسم هون على 3، قال لي السهم صار 4 بقسم بضرب هون ب4 بقسم هون على 4، صار القيمة الإسمية كأنه انخفضت بما يعادل نفس نسبة زيادة عدد الأسهم. تمام.
زيادة رأس المال عن طريق تحويل الإسناد القابلة للتحويل لأسهم. طبعا هاي العملية إنك أنت بكون عندك سندات بتحولها لأسهم. طبعا بده يكون في عندنا المادة 125 من القانون الشركات، بتحكي إنه لازم يكون في قرار مجلس الإدارة، حامل السهم عنده الرغبة. يعني هاي قراءة بتقرأوها. إحنا اللي بهمنا الناحية المحاسبية في هالموضوع أكثر. آخر شيء عندنا هون الصفحة الأخيرة، بيجي بحكي لي كان لدى شركة الشرق 400 ألف سند قابل للتحويل إلى أسهم بمعدل 4 أسهم لكل سند. كانت القيمة الإسمية 10 دنانير والقيمة الإسمية للسهم دينار واحد. تم في هذا التاريخ تحويل 100 ألف سند، أي ما قيمته مليون دينار، إلى أسهم عادية. إذا أنا بدي أحول 100 ألف سند، تمام، قيمته مليون دينار. إذا من حساب إسناد القرض مليون، ما دام أعطاني الرقم مليون، إلى حساب كم بدي أحولهم؟ 400 ألف سند، كل سند بتحول ل4 أسهم لكل سند. يعني 400 ألف سند قسمهم على 4، معناته بده يطلع عندي كم؟ 100 ألف. إذا قابل للتحويل إلى كل 4 أسهم عادية لكل سند. القيمة الإسمية للسند 10 دنانير وللسهم دينار واحد. ممتاز. الآن تم تحويل 100 ألف سند، أي ما قيمته مليون دينار. الآن إحنا حولنا، لاحظ، 4 أسهم عادية لكل سند. 100 ألف ضرب 4، هاي 400 ألف سهم بدينار القيمة الإسمية، هاي 400 ألف. إذا 100 ألف سند، كل سند بتحول لأربع أسهم، صاروا 400 ألف سهم. القيمة الإسمية دينار، هاي 400 ألف دينار. الفرق بين المليون والأربعمية 600 ألف، بتروح باسم رأس مال الإضافي. هاي فكرة هذا الموضوع. طبعا احنا هيك بنكون خلصنا هذا الفصل. ان شاء الله بدنا نحل، راح انزل لكم يعني الاسئله اللي بدنا نحلها، اللي هي اسئله السؤال الاول والثاني. التمرين الاول اختيار من متعدد، والتمرين الثاني راح انزل لكم فيه assignment. والله يعطيكم العافيه.